تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبالشراكة أيضا مع مستشفى الزهراء. في هذا البرنامج نقدم مختلف المواضيع الصحية والطبية التي تشغل بال الجميع، فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. كل التحية لفريق العمل عندنا في التنسيق، معانا حمد المعيوف، وفي الإخراج ميثا بن بيات، وطبعا أول وحدة لازم نقول اسمها، لازم نقول دكتورة ندى الملة. صباحك الله بالخير دكتورة. صباح الورد محمود، أهلين، صباحكم خير. أول لايف، أول بث لايف لصحة وسعادة على إنستغرام، إن شاء الله تعجبكم الفكرة، فكرة محمود، وإن شاء الله تتكرر دائما. طيب دكتورة، الآن نحن ما نتكلم عن العديد من المواضيع اللي ما نطرحها في حلقة اليوم، نركز أكثر شيء على مسألة مشاركة هيئة الصحة في معرض صحة العرب. ولكن قبل ذلك دكتورة، خلينا نذكر بس بأرقام التواصل معنا. للاتصال 600-55-1414، وللرسائل النصية على 4006. احنا يومين نسينا نذكرهم عن التأمين محمود، نذكرهم عن التأمين وأيضا هيف. إنزين تذكرون، أتوقع ما حد نسى يعني رابط التأمين الصحي اللي خصصته هيئة الصحة في دبي www.ishd.ae ishd.ae. ادخلوا على الرابط هذا، تشوفوا كافة المعلومات اللي تحتاجونها عن التأمين، الباقات، المستفيدين، كافة الأجوبة على أسئلتكم. ومثل ما قلنا، مثل ما قال دكتور حيدر دائما يقول محمود، لا تتريون، انتهى المهلة، وصلحوا أوضاعكم اليوم. طيب نحن لنا فوائد التأمين كثيرة جدا، والواحد يحاول أنه قدر الإمكان يصلح أوضاعه. التأمين وايد مهم يا جماعة الخير. ليش نقول مهم؟ لأنه يعني بيوفر عليك وايد أشياء، لا سمح الله الواحد ما يدري شو ممكن يسوي حق العامل عنده ولا شيء، لكن أنت ملزم بالقانون أنك أنت تعالجه. فممكن تدفع 650 درهم، ما بين 550 إلى 650 وأنت طالع على حسب المميزات، أنك أنت تستفيد من خدمات التأمين، أو أنه سبحان الله بالقانون أنت ملزوم إذا صار في العامل أي شيء أنك أنت تعالجه. صحيح، ملزوم عليك على الأقل تغطي الأشياء الأساسية محمود، يعني الأمراض اليومية، الجروحات البسيطة، يعني الأشياء اللي ممكن يعاني منها أي إنسان بيغطي لك إياها التأمين. صحيح. طيب أيضا عندنا اليوم نتكلم عن شغلة جميلة اللي هي قوة المناعة بفصول السنة. أكد علماء من بريطانيا وألمانيا أن درجة مقاومة الإنسان للأمراض وقوة مناعته تتوقف على فصول السنة، وأجرى المختصون دراستهم بمشاركة 15,000 متطوع، وتوصلوا إلى نتيجة أن مناعة الإنسان تتراجع في فصلي الخريف والشتاء، وبالعكس تزداد قوتهما في فصلي الربيع والصيف. وانطلاقا من هذه النتيجة ينصح الباحثون بالاهتمام بالصحة بشكل أكبر في فصول السنة الباردة، وذلك عن طريق ممارسة الرياضة، تناول الطعام المناسب بكميات كافية. دكتورة يعني شو رأيك أنت على حسب الحالات اللي تيكم في المراكز الصحية، هل بالفعل هذه الدراسة سليمة أن الحالات الأمراض نزيد أكثر في الشتاء والخريف من الصيف؟ ونحن عندنا فصلين والله، تبغى هو ما في خريف، هو في صيف، خريف بس. خريف وصيف ما في حتى شتاء، خريف وصيف. هو فعلا محمود يعني احنا نلاحظ أن من يدخل موسم الشتاء أو الخريف يعني تلاحظ أن العيادات تزدحم بشدة عكس الصيف، وتلاقي
نفس الأمراض ترى الصيف وشتاء يكون بالعادة نفس الأمراض، ولكن نسبة المتعاملين المصابين بقى تكون أكثر. فوالله دراسة يمكن تكون صحيحة فعلا. طيب نذهب دكتورة إلى التواصل الاجتماعي ونشوف شو رسالتنا لليوم. الله، رسالة حلوة اليوم. رسالة صباحية تقول: لا تجعل من حولك يؤثرون على سعادتك وحزنك، كن سعيدا وانشر السعادة لمن حولك. لا تجعل من حولك يؤثرون على سعادتك وحزنك، كن سعيدا وانشر السعادة لمن حولك. بالضبط، لأن الواحد إذا كان من داخله مستانس وسعيد دكتورة بيحاول أنه بطبيعة الحال السعادة هذه بتنتشر على الناس اللي حواليك. أكيد محمود، وبعد هالرسالة حلوة ليش؟ لأن أنا دائما أقول للناس لما تلاقي واحد يكون سعيد يقول عقب فترة تلاقي يعني حزن شوية، يقول لك والله الناس اللي حواليني ثبطوا من همتي في السعادة أو في الفرح. فحدائما نقول لا تخلون الناس تأثر عليكم في السعادة أو في الحزن، أنت تحكم بمشاعرك ودائما جدم السعادة وكن سعيدا. يقولون الإيجابية معدية. أكيد الإيجابية والسلبية معدية والسلبية كذلك. صحيح. فالواحد اللي يعني يحاول قدر الإمكان أن يتواجد في بيئة إيجابية راح يكون إيجابي. أكيد. راح ينظر للحياة بشكل أفضل. عشان كذي إحنا نقول أحط نفسك بالإيجابيين دائما، أي إنسان سلبي عطى تشيك أوت. قال لي واحد يقول دكتورة، قال يا أخي أنت ما فيك إحساس. زين. أنت ما فيك إحساس عمي؟ يقول لي أنت ما فيك إحساس، ما يعني أحسك كذا يعني مو مالكها. قلت له يا أخي هي مسألة بسيطة. الآن الواحد ينظر للأمور بشكل إيجابي. صح. بمعنى أنا صارت لي مشكلة أو مصيبة أو لا قدر الله يعني حادث أو شيء معين صار لي. طيب الفكرة أني أنا ما بشوفه بشكل سلبي، لا بشوف. صحيح. أن هذه شغلة إيجابية للوصول لشيء أفضل. صحيح. فهي مو قضية أن أنا ما أزعل ولا أنا ما أتضايق أو كذا، لا، المسألة أن أنت كيف تشوف المسألة. صحيح. من أي زاوية. أكيد. تبغي تشوفها بشكل إيجابي، تبغي تشوفها بشكل سلبي، تبغي تستانس، تبغي تزعل. صح. كل الخيار بديك أنت. أكيد. فهي مو قضية أن أنت ما فيك إحساس، هي قضية أنت كيف تتعامل مع المواقف. أكيد. وايد أشياء مرت علينا في حياتنا كانت كنا في لحظات نشوفها أشياء كبيرة شيء ضايق، لكن مع الأيام لو نرجع بالذاكرة بنشوفها لا أشياء جميلة. أكيد. يعني الحمد لله نستوى كذا، ما استوى شيء أكثر. أكيد محمود صح. طيب يا دكتورة اليوم ما قلنا اليوم الترندنج، نسينا نقول الترندنج اليوم عن معرض الصحة العربية. تلاقي مواقع التواصل كلها تتكلم عن. صحيح. معرض الصحة العربي أو Arab Health، واليوم إن شاء الله بيكون حلقتنا كلها تدور حول معرض الصحة العربي. إذن نذكر بأرقام التواصل معنا عبر الرسائل النصية على 4006، وأيضا من خلال الاتصال على 600551414. هذه أرقام التواصل معنا والحسابات مالت الهيئة، وحسابات الهيئة DHA_Dubai على تويتر إنستغرام سناب شات وبرسكوب. زين. وايضا فيسبوك ولينكدين ويوتيوب على دبي هيلث اثورتي. انا طبعا جايني ناس يقولوا لي على البث عندنا في يقولون ايش حقه ما تسوون بث مباشر على حساب الهيئه. القضيه ان نحن قاعدين نغطي معرض صحه العرب هناك. لكن صحيح. ان شاء الله مستقبلا راح يكون في لنا بث مباشر من حسابات الهيئه على للبرنامج. عموما دكتوره نحن يعني تقريبا وصلنا إلى الفاصل الأول. بعد الفاصل إن شاء الله من نستضيف معانا الأستاذ أماني الجسمي مدير إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي، بتستعرض معانا أبرز الخدمات والتطبيقات الذكية اللي تعرضها هيئة الصحة في الأرب هيلث أو صحة العرب. صحيح. فشو نقول؟ فاصل وراجعينكم ونواصل فقرتنا. فاصل ومنواصل. صحة وسعادة. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طبعا قبل الفاصل قلنا أن نحن ما نتكلم عن موضوع صحة العرب.
أستاذة أماني الجسمي مدير إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير. صباح الخير يا أماني. طيب أماني، قبل ندخل في الحوار عندنا مداخلة من أحد المستمعين يبغي يتداخل معنا حول موضوع ما أدري إذا له علاقة بصحة العرب أو موضوع آخر، ولكن خلينا نسمع. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو، السلام عليكم. يا هلا يا هلا. هلا أخوي، نسمعك تفضل. صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور. الله يخليك. بس كان عندي بس مداخلة. قرب السماعة عزيزي بس عشان نسمعك بوضوح. طيب عندي بس استفسار بس بخصوص الصحة والسعادة البرنامج بتاع اليوم. أيوة تفضل. يعني والله كان عندي استفسار، أنا عندي مشكلة، يعني ممكن أكلم الدكتورة إذا أمكن؟ تسمعك حبيبي تفضل. والله أنا دايما بعاني من العصب، يعني فرجعت كم دكتور هنا في دبي وفي عجمان، فكل أجمع أن أنا لازم يعني أو باختصار كلامهم أن أنا ما أكل خالص، يعني يكون أكل قليل خالص. أوكي. حاولت أعمل كده فتعبت بشدة، يعني لدرجة أن أكون أقود السيارة فأتعب أدوخ. شو اسمك أنت بس لو تعرفنا فيك؟ تعك سالم. سالم. أنزين. أخوي عفوا، قالوا لك عندك قولون عصبي؟ عندي القولون العصبي. أوكي. ملتهب عندي، يعني زي ما حكولي أنه ملتهب عندي بشدة. لازم أخفف خالص من موضوع الأكل. أنا خففت فعلا، فلما أنا لما مش باكل فبكون أنا مرتاح. إيه. طيب. مرتاح. لكن إذا أكلت أي شيء يعني شربت مية، أكلت أي شيء خفيف فبتعب برضو يعني. طيب. سالم، أنا 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 بس اختصارا لوقت البرنامج دكتورة، أنا بس نحن نتكلم بشكل عام عن التهاب القولون العصبي، وأيضا ما هي الأطعمة التي يجب أن يتناولها سالم أو من عنده حالات القولون، وأيضا شو الشغلات الثانية اللي ممكن نحن ننصحها فيه. عندك سؤال ثاني سالم؟ بس سالم بسألك بس كم سؤال الله يخليك. أنت شفت طبيب تغذية مختص؟ لا والله أنا برجع مع دكتور مختص في بخصوص القولون والبطن وعملت الأشعة وتحليل كمان زي ما هو عايز. خذولك خزعة من القولون؟ منظار سوولك القولون؟ هو سوولي، لا ما سوليش منظار، هو سوولي بس سونار، سوولي أشعة تقريبا كده على البطن. أوكي. إنزين أخوي سالم، أنا عشان بس بعطيك النصيحة، لأن بعد لما تسوي خطوتين قبل ما ننتقل لخطوة علاج أخرى، أتوقع يبالك منظار للقولون عشان أتأكد أنه بس هذا قولون عصبي وليس أي شيء آخر، ولازم تشوف طبيب تغذية مختص، لأن القولون العصبي أسبابه وايدة، وفي أكل معين يتعب ناس وما يتعب ناس ثانين، يعني أنت تقول حتى من أبسط شيء حتى الماء، فلازم تشوف طبيب تغذية مختص يشوف تاريخك المرضي كامل بعد ما تسوي خزعة القولون أو منظار القولون، بعدين على أساس المنظار نتيجة المنظار وتاريخك المرضي يعطيك نظام غذائي يساعدك، إذا طلع فقط قولون عصبي يعطيك نظام غذائي يقلل نوبات القولون العصبي، عرفت؟ فما ينفع أن أنت روحك يعني تسوي نظام غذائي من عندك وأنت مو بعارف بالضبط، تقول ممكن هالأكل يتعبني ممكن ما يتعبني، فسوي أخوي هالخطوتين وبعدين ننتقل للخطوة اللي بعدها. جميل. بس هل انا من نفسي اروح الدكتور اقول سوي لي منظار، ولا لازم المفروض الدكتور هو اللي يرشد لي؟ لا منظر. انت اسال طبيبك اللي تتابع مع حالتك، قول له ليش ما نسوي منظار واحد للقولون عشان اتاكد انه ما في اي مشكله ثانيه. كم عمرك اخوي سالم؟ انا 32. زين معلي، سوي قولون وشوف طبيب تغذيه، وان شاء الله بعد هذا نشوف خطوه العلاج الثانيه، وما تشوف شر ان شاء الله. شكرا لك يا سالم. حياك الله. انا بس باخذ رسائل سريعه. أول رسالة تقول السلام عليكم، سوينا تأمين للخدم من شهر وشوي شركة دار التكافل، لكن ما حد يرد علينا يوجهنا وين نقدر نعالجهم، ولا بس لطم فلوس. لا، الفكرة يا جماعة الخير هي نحن ما نشوفها أو مسألة التأمين مش بهذا الشكل. أنت لما تأمن على أو تأخذ أي عقد تأمين يا أخي، شوف البوليصة نفسها، شو البنود فيها، شو الشركات اللي أو المستشفيات اللي ممكن تتعالج فيها. المسألة مو بلطم فلوس أكيد، لأن أنت المستفيد في النهاية، يعني هي 550 درهم أو 600 درهم، وهذه زيارة طبيب وحدة ممكن دكتور، ولا الأدوية ممكن واحد يصرفها بهذا الشكل. فعموما المسألة لمصلحتكم يا جماعة الخير. أيضا هنالك بعض الملاحظات كانت على مسألة أنه ما يستلمون البطاقات مالت التأمين أو كذا. التأمين
ينزل في الهوية على طول، يعني ممكن بالهوية ممكن يتعالج ويطلع على 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 أي شركة تأمين. السلام عليكم. بخصوص التأمين، سويت تأمين للعمال بتاريخ 31/12/2016 وأصابه المرض عامل في الشركة بتاريخ 21/1. أوكي. وعند رسالة للعيادات الموجودة في الباقة وجد أنه لم يتم تفعيل التأمين، وتم التواصل مع شركة التأمين ومع الهيئة ولكن ما في جواب شافي. حمدة، أبغي تأخذين رقم الريال هذا، تحولين الموضوع على الجماعة عندنا في التمويل الصحي، لأن أعتقد في بروسس أو أجزم أن في بروسس معين في هذا الموضوع. إذا كان الكلام مثل ما أنت تقوله، لا، بيتم محاسبة شركة التأمين. إذا كان الكلام مثل ما أنت تقوله، مثل ما هو موجود في الرسالة، فبيتم محاسبة شركة التأمين، لا تحاتي، لأن أنت ما دام أنك أنت سويت التأمين بتاريخ قبل وكان العامل سليم في حزتها، كان العامل سليم في حزتها، الشركة ملزومة. أما بعض الأشخاص دكتور شو يسوون؟ يسوون التأمين الحين هو عنده مرض معين ما يعني صرح به في البداية، فيحاول يتلاعب على شركة التأمين أو يتحاول يتلاعب على القانون. هذا موضوع يعني القانون يجرمه أصلا، ويعني الواحد ما يبغي يأكل فلوس حرام أو يحاول أن شو اسمه صحيح يتلاعب بشكل أو بآخر. عموما نرجع لموضوعنا الرئيسي، نحن خلاص طلعنا برا الموضوع بشكل كبير. هذا في رسالة خاصة بقضية أو شيء ما له علاقة بالصحة. عموما نرجع حق أماني مسكينة، قاعد نطرناها وايد. إيه والله سامحينا يا أماني، سامحينا. تفضلي أماني. أول شيء نحن نبارك لكم يعني إصدار العديد من الإنجازات، وأيضا البارحة أنت فزتي، كان لك تكريم من اللي هي شو السي اي او؟ هي المجلة عبارة عن مجلة لتقييم المدراء تقنية المعلومات واختيار 100 مدير على مستوى الشرق الأوسط، فأنا كنت واحدة منهم. جميل ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله والمزيد من الإنجازات. هماني ألف مبروك. طيب نعود للحديث عن صحة العرب دكتورة. طبعا تكلمنا وايد هالأسبوع عن منتدى صحة العرب، فاليوم حابين نستعرض الأشياء اللي بتقدمها الهيئة وتطبيقات الهيئة وخدماتها في مؤتمر عرب هيلث. فممكن تعطينا نبذة عامة عن التطبيقات اللي بتقدمها الهيئة في المنتدى؟ حقيقة إن هيئة الصحة قطعت شوط كبير في مشوارها في التحول الذكي، ولتحويل قطاعاتنا إلى قطاعات ذكية بلا ورقية. في المعرض احنا بنعرض التطبيقاتنا الذكية، حياتي وطفلي وصحتي. طبعا تطبيقات هاي كانت احنا اطلقناها في تطبيقات اطلقناها في 2015 وفيها اطلقناها 2016، لكن جرينا عليها تحديثات كثيرة. مثلا احنا بنعرض تطبيق حياتي، تطبيق حياتي وتطبيق خاص لمرضى السكري، توفر لهم يعني هم مش مستهدف فقط مرضى سكري لكن جميع الناس، لكن التركيز على المرضى السكري. يمكن للمريض مراقبة ذاتية لمستوى السكر، ممكن مراقبة إعطاء معلومات صحية إن كيف شو الوصفات الأكلات الطبية التغذية الصحية للمريض. وفي أجهزة مثل اللي هي wearable devices اللي هي ممكن لمراقبة النوم، مراقبة مستوى السكر في الجسم، مراقبة الوزن، wearable devices هم يسمونهم، اللي هي أجهزة تكون متصلة مع التليفون والتطبيق. التطبيق ممكن يقيس أوتوماتيكيا يدخل في هذا في الريكورد ماله أو في السجل مال المريض. والله جميل. وممكن يوفر ملخص أسبوعي عن حالة المريض، ممكن يعني المريض يعرضه على الطبيب، في تذكير للأدوية وعشان الالتزام خصوصا المرضى السكري. بنعرض أيضا تطبيق الطفلي. تطبيق الطفلي يعتبر شريك الأم في مرحلة الحمل،
فيه مثل ما فيه نصائح إرشادات للأم، في بعد مرتبط أيضا بأجهزة الوربل ديفايسز اللي هي الطبية لضغط الدم، تحديد الوزن، وفي بعد نصائح بعد بالولادة، التطعيمات الخاصة للطفل ممكن من خلاله أيضا تغيير الموعد، إلغاء موعد أقرب مستشفى، أقرب عيادة، ففيها كثير من المعلومات. وإحنا من يومين بعد نزلنا تحديث جديد على صحتي، وصحتي هي لمرضى المسجلين في هيئة صحة دبي، فيها تحديثات جديدة، فيها معلومات، فيها سجل للمريض، هيستوري كامل للمريض. فيعني هاي من التطبيقات. أيضا بنعرض، بيكون في عرض عن نظام الجديد اللي احنا بنطلقه طبعا في 2016 في فبراير، أطلقه صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد المكتوم. أطلقنا مشروع سلامة، وهو عبارة عن ملف طبي شامل إلكتروني لمرضانا أو متعاملين في هيئة صحة دبي. إحنا أنهينا من تصميم النظام، وحين حاليا في مرحلة تدريب موظفي الهيئة وعددهم تقريبا أكثر من 11,000. بدينا التدريب في 29 يناير، بنبدأ بمرحلة الأولى ب 4,000 موظف، ومرحلة ثانية 4,000 لين ما نخلص. وفيها كثير من ال وايد أمور هذه اللي أنت ذكرتيها نحن بناخذها بالتفصيل حبة حبة. أماني أنت أعطيتيني إياها كذا يعني بشكل عام، لكن أنا ليش ما قاطعتك في هذا الموضوع؟ لأن ما نطلع فاصل، بعد الفاصل ما نرجع إن شاء الله ما نتكلم أكثر عن هذه المشاريع، وخاصة مشروع سلامة، لأن هذا نظام الملف الطبي الإلكتروني الشامل الموحد اللي إن شاء الله سيتم تطبيقه على كافة الوحدات الطبية في الهيئة. قلتي لي متى أماني؟ إحنا أول مستشفى في إبريل إن شاء الله، إبريل القادم. أيوة. صح. 7/4 ما شاء الله عليكم. عموما إحنا هذا النظام وايد مهم، وضروري المستمعين يعرفون شو هو هذا النظام، وليش الهيئة استثمرت في 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 هذا النظام، وشو الفوائد اللي ممكن إحنا نحصل من هذا النظام. بعد الفاصل إن شاء الله مستمعينا بنتواصل معاكم، وبتكون معنا كذلك الأستاذة أماني متواصل، لكن أرقام التواصل معنا دكتورة كم؟ 600551414 للاتصال، والرسائل النصية على 4006. بعد الفاصل بنستقبل مداخلاتكم ورسائلكم. فاصل وراجعين. صحة وسعادة، ورجعنا لكم من بعد الفاصل. طبعا احنا كنا لايف طول الوقت على الانستغرام، بس على الإذاعة شوية خذنا عنكم بريك. رجعنا نكمل محاورنا لليوم طبعا بخصوص التطبيقات الهيئة الجديدة، وأهم مشروع، ويعنيني أنا شخصيا بما أنا أداوم في البرشة، مشروع سلامة. طبعا مشروع سلامة أنا ما بينطلق في كل الهيئة في نفس الوقت، فبترك المايك عند أختي أماني تعطينا وين شو فادة هالمشروع، ليش الهيئة استثمرت فيه. طبعا مثل هالمشاريع ضخمة يعني تكلف ملايين إن واحد يجيب ملف إلكتروني، فشوف هديته ليش استثمر فيه، كيف الانطلاقة مالته، شوف هذا المريض وكل هالمعلومات. تفضل أختي أماني. مثل ما أنا شرحت إن برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، تم إطلاق مشروع سلامة في فبراير 2016، وهو مشروع يعتبر نقلة نوعية لهيئة الصحة، وهو مشروع يعتبر أكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. يعني ما في مشروع تم تطبيقه بهالحجم بعدد المستشفيات وعدد العيادات. يعني هو باختصار عبارة عن ملف صحي إلكتروني شامل يتم تطبيقه على كل مستوى، على كل وحدات الطبية بالهيئة من مستشفيات وعيادات ومراكز تخصصية،
ويضمن سجل فردي إلكتروني موحد للمريض، وعبارة عن مجموعة تطبيقات متداخلة في تخصصات مختلفة في المجالات الطبية. خلال تطبيق النظام قمنا بربط مع أنظمة طبية أخرى مثل أنظمة الأشعة، أنظمة المختبرات، وربطنا أكثر من 800 جهاز طبي، وغيرنا إجراءات العمل في المستشفيات وحدناها، فتكون تجربة المريض تجربة موحدة على مستوى الهيئة. طبعا اللي هو عبارة عن ممكن نقول ثلاث أجزاء مهمة، هو النظام الأصلي للطبيب، وفي نظام تطبيق ذكي للمريض، وفي تطبيق ذكي للطبيب. طبعا البواب أو نظام الكبير يعني هو عبارة عن نظام متكامل طبي، فيها كل معلومات الهيستوري التاريخ الطبي، فيها كل أنواع الأدوية، نتائج التحليلات، الحساسيات، زيارات المريض، جميع حتى فيها عبارة عن إرشادات للطبيب، مساعدة الطبيب في أخذ القرار في عملية العلاج. جميل. يعني الفائدة الكبيرة اللي بترجع على المريض شو هي؟ ان تكون تشخيص بطريقه افضل، ويكون ان تجربه المريض بيكون موحده على مستوى الهيئه كلها، وسهوله في والتاريخ الطبي او تاريخ المرض بيكون موجود للعميل نفسه، يقدر ياخذه في كل مكان، بدل ما انا في كل مركز عندي ملف حق المريض. أيوة واشله وياي واطلب الملف هني ويتريى الملف. حتى محمود لما تسجل ما في تتريى، يعني المريض لما يسجل الحين يقعد في قاعه الانتظار يتريى الملف لما يمت التسجيلات لين السيستر، الحين بعد سلامه ما راح يكون في تسجل، على طول تروح عند السيستر لان ملف الكتروني خلاص يطلع عند النرس الممرضه. ممتاز. وبعدين هو يربط النظام، يربط ملف المريض بالملف الاسره، فاذا في يعني بعض الامراض الوراثيه وكذا ممكن انه سهل على 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 الطبيب لاتخاذ القرارات. جميل. انا بس عندي رساله تعقيب شوي خارج الموضوع اختي اماني. قبل الفاصل كان في شخص يتكلم عن شركات التامين انه كان مسوي تامين وصار عنده يعني بعد الفتره اللي سوى فيها التامين صارت عنده حالة عند واحد من العمال والتأمين مو براضي يفعله، فيقول لي أخي العزيز العمال أو العامل كان مرضه زكام وعلاجه كلف 160 درهم مو شيء كثير، وأنا متأكد من المعلومات في الرسالة الأولى وتواصلت مع شركة التأمين، قالوا التأمين يتفعل على البطاقة بشهر الثاني سنة 2017. أرسلت العامل إلى ثلاث عيادات وكل العيادات قالوا التأمين مو متفعل على البطاقة وشهادة التأمين استلمتها بتاريخ 31/12/2016. طيب حمدة تاخذين رقم الريال زين وتحولين الموضوع على دكتور حيدر، وأيضا تحولين على جماعة التمويل الصحي على أساس أنه نشوف الوضع، أنت حقك محفوظ بالقانون فلا تحاتي، طالما أنت على حق ما القانون ما يفرق يا لك يا عليك. صحيح. ما دام أنت عندك بنود وعندك عقد وعندك أشياء معينة تحفظ لك حقك وتحفظ حق الشركة. أكيد. فلا تحاتي ونحن نتواصل معك. طيب نرجع أماني للحديث عن صحة العرب، هذا المعرض اللي الأضخم قد يكون الناس يقسمونه الثاني على مستوى العالم، في حد يقول أنه ممكن يكون الأول على مستوى العالم من ناحية المشاركة. هناك العديد من المواضيع اللي أنت طرحتيها سوف يكون استعراض للخدمات اللي هي التطبيقات الذكية، تطبيق طفلي، حياتي، صحتي، وأيضا تكلمنا عن موضوع سلامة أو نظام سلامة الذكي، هذا غير عن سلامة، نظام سلامة الذكي. ترى سلامة عبارة عن مثل ثلاث أجزاء اللي هو النظام الأصلي اللي هي الكور سيستم، وعندنا نظام ذكي للطبيب، يعني الحين الطبيب ممكن ينتقل في المستشفى باستخدام أجهزة محمولة، ممكن من خلال الأجهزة المحمولة
يستعرض تاريخ المريض بشكل مختصر بدل ما يرجع للنظام الأصلي. وفي بعد بيكون نظام يعني بيكون هو مربوط مستقبلا بنظام صحتي، بنستبدل نظام صحتي الحالي بنظام مربوط بنظام سلامة، وفيها يعني فيها خصائص جديدة، ممكن يكون فيها حتى تواصل بين المريض والطبيب بشكل مباشر مستقبلا. فهو احنا بنعرض في المعرض الثلاث أجزاء من النظام، بالإضافة طبعا احنا بنعرض أيضا نظام آخر، بنعرض نظام التبرع بالدم، وهذا يعتبر أيضا نقلة نوعية لهيئة الصحة، ويعتبر هذا النظام من أنظمة غير مطبقة يعني في هالمنطقة. طبعا مركز التبرع بالدم ومع بالتعاون مع الشركة المتخصصة قاموا ببناء نظام يعتبر فريد من نوعه، إن عملية التبرع من تسجيل المتبرع إلى التبرع وإصدار الأكياس الدم بتكون بشكل يعني إلكتروني، حتى التوقيع على الاستبيان، مل الاستبيان، فحوصات، كلها تكون بطريقة يعني إلكترونية. فهذا بعد النظام بنعرضه، وإن شاء الله بنطلق هالنظام في شهر مارس، وبيكون يعني الحين حاليا المتبرع لازم يرد على الاستبيان، ولما يحضر يعني يتبرع لازم يرد على الاستبيان، وفي بعض الأسئلة، فبيكون هذا بشكل إلكتروني، ممكن يملأ الاستبيان ويتم إرسال الاستبيان إلكترونيا، ويتم يعني تحديد هل هو يعني لائق للتبرع أو غير لائق، ويكون الأنظمة الداخلية أيضا إلكترونية مرتبطة بأجهزة التحليل، فيها تحديد مستويات الدم، هل كم متوفرة، إدارة حملات التبرع بالدم، إرسال مثلا للمتبرعين رسائل في حالة حاجة لنوع معين أو فصيلة معين. فهذا إن شاء الله بعد بنعرضه في المعرض. جميل. طيب يعني دكتورة، الأنظمة اللي ذكرتها السادة أماني هي أنظمة مهمة جدا، ومنها كذلك يعني هذا التطبيق الفريد اللي هو تطبيق التبرع بالدم. شو سميته أماني؟ سمينا تطبيق تبرع بالدم، اسمه تبرع بالدم بلاد دونيشن، وموجود الحين على الابل ستور وهذا، ولا بيتم ان شاء الله في مارس، بس حين سوفت لانج يعني التطبيق، يعني بس نعرضه على الجمهور عشان بنطلقه رسميا في شهر مارس. في شهر مارس بيكون موجود على المتاجر الإلكترونية الخاصة بأبل والأندرويد ان شاء الله. طيب بس لو تسمح لي بس أسأله سؤال، طبعا في أكثر عن أبليكيشن الحين قاعد ينزل، يعني في حياتي وصحتي وسلامة وطفلي وحماية التبرع بالدم، فهل بيتم الربط إلكتروني بين كل هذه عشان بدل ما أنا كمتعامل أفتح 4 أو 5 أبليكيشنز، أفتح أبليكيشن واحد يكون فيه كل الخدمات موجودة؟ الحين حاليا إحنا طبعا احنا بنعتبر بالنسبه للدوائر الثانيه تطبيقاتنا اقل، يعني حاولنا احنا مثلا تطبيق حياتي هي للامراض المستعصيه مثل ما يقولون، بدينا المزمنه، بدينا بمرض سكري، وان شاء الله اي امراض ثانيه بيكون، وطفلي بيكون خاص للامهات وللاطفال، بس صحتي شامل اعتقد، بس صحتي شامل. الحين احنا في صدد ان نعد تطبيق شامل متكامل، اني مثل مظله لكل هالتطبيقات. جميل. فان شاء الله احنا خلال 2017 بنطلق هالتطبيق. انت شو عندك من تطبيقات الهيئه على تلفونك محمود؟ انا عندي تقريبا حياتي، طفلي، وصحتي، واطباء
أطباء دبي. إحنا دخلنا بعض الفيتشر من أطباء، يعني أغلب الفيتشر من الأطباء أو مميزات أطباء دبي في الصحة الجديد، فممكن بعد فترة خلاص يعني ممكن نستبدل أطباء، يعني أطباء دبي والصحة دمجناها في تطبيق واحد. ممتاز جدا. إذن هذا رد على مسألة أنه ممكن إحنا ندمج التطبيقات مع بعض دكتورة. طيب أستاذ أمان، يعني الآن نحن نتكلم عن مشاركة هيئة الصحة في صحة في معرض ومؤتمر صحة العرب أو الأرب هيلث. طبعا في خدمات وفي أشياء كثيرة الهيئة سوف تطرحها في هذا المعرض. الآن نحن نتحدث شوية بشكل مفصل أكثر عن تطبيق طفلي. أيوة. تطبيق طفلي تطبيق جميل جدا. أنصح الأمهات بأنهم يعني ينزلون هذا التطبيق لما فيه من مميزات كثيرة. أبغي أستعرض معك هذه المميزات، اللي هي أول شيء أن التطبيق ممكن الأم تستفيد منه حتى وهي حامل، طبعا ما قبل الولادة. هو بداية الحمل أو أصلا هي نصائح للمرأة، نصائح للمرأة المتزوجة لخوض تجربة الحمل. وتكون التطبيق هذا مع المرأة من بداية الحمل لما يبلغ الطفل عمره 5 سنوات. في احنا تطبيقات الهيئة مش تطبيقات مثل دوائر ثانية، يعني احنا تطبيقاتنا مثل ما يقولون إنسانية أكثر وتوعوية والحفاظ على صحة الإنسان يعني ووقايته من الأمراض. هذا اللي نسعى له أكثر من أننا بعد بس تكون تطبيقات خدمية. هي خدمية بالفعل، ولكن هنالك جانب إنساني فيها أكثر. يعني أنا أشوف أن human touch فيها أكثر عن الخدمية. مثلا تطبيقات ثانية مثلا لخدمة معينة، للدفع آلي شيء معين، لكن تطبيقاتنا إحنا لأن بما أن إحنا هدفنا صحة وسعادة فهي يعني حتى إن ممكن الأب يشارك في التطبيق. نحن برنامجنا صحة وسعادة يعني حتى الأب ممكن يستخدم هذا التطبيق، لأن التطبيق فيه مشاركة، ممكن تخزين فيه الذكريات، الصور من بداية الحمل. يعني يكون طبعا الصور هاي والداتا والبيانات هاي تكون مخزنة مش على النظام على التلفون، يعني إذا التلفون اخترب ولا ضاع، لا يكون مخزنة في عندنا احنا كهيئة الصحة. فممكن اذا 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 الـ 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 الام مثلا نزلت التطبيق على تليفون ثاني ممكن تستعرض نفس البيانات مرة ثانية. وفيها مثل ما انا قلت نصائح، فيها احنا شاركنا الاطباء في تصميم التطبيق، حتى شاركنا نساء يعني والحوامل دخلناهم في ديزاين ثينكينج اللي هي عبارة عن ورشات لتصميم. ودخلنا ايضا إدارة التغذية لتحديد الوصفات الغذائية المفيدة للأم. فيعني أنا أعتبرها وإحنا سوينا مثل بنش ماركينج مع مقارنة معيارية مع يعني دول ثانية. أنا أشوفها نوعية يعني من هالتطبيقات النوعية فريدة. حتى أنا كنت من يومين في السويد وعرضت هذا التطبيق على أحد السويديين، قال هالتجربة يعني جميلة جدا، لأن إحنا يعني فريدة من نوعها، مو موجودة في العالم. فإحنا نعتبر يعني عنا ريادة في هالمجال. هي التطبيق دكتورة هو يعني ينظر إلى المرأة لما تفكر تحمل إلين الطفل وهو عمره 5 سنوات. إنزين أتذكر أستاذ وليد قال لي إنكم أنتوا تفكرون تمدون السنوات أكثر. أيوة هي. إحنا بدينا في المرحلة الأولى كان للطفل لسنتين، الحين سويناها للخمسة، فإن شاء الله نخليها لين تكون مع الأم يعني
بن بن دخل مرحلة المراهقة أي بعد في المراحل الثانية إن شاء الله. والله ممتاز يعني هي مسألة جميلة أماني إن نحن نشوف حتى مش الجوانب الصحية بس إذا في مجال نشوف الجوانب النفسية كذلك الخاصة بالطفل وكيف الأم يجب أن تتعامل مع الطفل والمراهق ومرحلة المدرسة كيف تأقلم مع المدرسة لما يدخل. هذه والله نقاط جدا مهمة فإن شاء الله يعني إحنا بدينا المشوار فإن شاء الله بنكمل سنويا بنسوي يعني it's a life app يعني مو بنم مرحلة وخلاص. ممتاز ممتاز. إذن ننصحكم ب يعني عمل تنزيل لهذا البرنامج أو هذا الابليكيشن اللي هو أو هذا التطبيق اللي هو طفلي. نزلوا كل التطبيقات طفلي حياتي صحتي حتى لو لا تعاني من أمراض مزمنة مفيدة التطبيقات ترى. ممتاز. أيضا التطبيقات فيها حتى بعض المعلومات بالفيديو. إيه طبعا فيها فيديو فيها مقالات فيها صور يعني إحنا خليناها يعني مش يعني بس تكست قراءة فيها فيديو فيها. طيب أنا عندي اقتراح لكم أقول على الهواء يعني إذا في مجال سيدة ماني أيضا حاولوا إذا في مجال هذه التطبيقات ممكن تكون جيدة لإخواننا اللي ما يشوفون يعني بما أننا نحن هيئة الصحة وبما أننا نحن نسعى بشكل كبير لتوفير حياة جيدة للمعاقين لجميع فئات المجتمع يعني أتصور تطبيقاتنا يجب أن تكون نموذج كذلك من هذه الناحية. ما أدري كيفكم الموضوع. إحنا أصلا البوابة يعني هي تم تصميمها للي عندهم إعاقة سمعية أو بصرية. التطبيقات أيضا إحنا طبعا مع لجنة ذي الاحتياجات الخاصة موجودين إحنا في الهيئة وإحنا أيضا عضو كإدارة تقنية المعلومات وياهم وإن شاء الله بنحط كل هالأشياء بعين الاعتبار. تعرفين ليش هذا الموضوع في بالي لأنه أمسات قاعد أتكلم ويا الزميل والأخ والحبيب أحمد الغفلي. أحمد الغفلي هو واحد من الشخصيات اللي المعروفة يعني حقيقة على مستوى المجتمع وايدين منه يعرفونه هو أصلا ما يشوف ولكن إنسان مميز جدا قادر على أن يعطي المجتمع بشكل كبير حتى أحيانا يفوق للأشخاص المبصرين لأن أنا أشوف البصر هي يعني بصيرة القلب. صحيح محمود. يعني بوابة الصفحة الرئيسية ممكن هو يستخدمها لأن فيها الريدر ممكن يستخدمها يعني. دكتورة ندى وجود مثل هذا التطبيق وهذه المعلومات من جهة حكومية يعني فيها مصداقية أكبر للمعلومات الواحد ممكن يحصل هذه المعلومات في النت أكيد أماني ممكن نحصلها في النت يعني لكن مصدرنا موثوق مصدرنا موثوق. هل هي سليمة أو خاطئة هذا هو السؤال. صحيح احنا معلوماتنا مثل ما قالت اخت اماني كلم عن طريق دكاتره قسم التغذيه مالنا بحوث كلها دراسات يعني ما في معلومه تدخل الا كانت مبنيه على مو دراسه واحده محمود يعني هي. احنا الاراء او المعلومات الطبيه اللي تنزل تكون مبنيه على دراسات ضخمه ومجموع اكثر عن دراسه ناخذ الخلاصه ونحطها في هذه التطبيقات فعشان كذا احنا نقول خذوا المعلومه دائما من مصدر موثوق. المعلومه موجوده في كل مكان ولكن اهم شيء المصدر عندكم. جميل اماني نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في جميع فعالياتكم نتمنى لكم كذلك التوفيق في هذه المشاركة الخاصة في هيئة الصحة بدبي من خلال معرض أرب هيلث وألف مبروك على كل الإنجازات اللي تحققت وأيضا قلتي لي أو كان لك تصريح أن تم تدريب 11 ألف موظف وموظفة على نظام على تنفيذ النظام سلامة يعني احنا بدينا المشوار ان شاء الله يعني خلال 2017 بندرب كلهم بدينا من شهر كم باقي 2000 ما دربتوه لا يعني لا احنا بدينا 4000 حينه بس بنخلص يعني على شهر 3 وبعدين بنبتدي التدريب مره ثانيه شهر 5 فاحنا بنبتدي اول شيء راشد وبعد بنبتدي برشه والبرشه بعدها يعني على باقي المراكز الصحيه وباقي المستشفيات اذا مشروع مهم جدا نحن نهنئكم على الوصول لهذه المراحل وانكم انتم ماشيين ضمن الخطه
يعني إن شاء الله يا رب يكتمل ويكون إضافة للمنظومة الصحية في دبي. شكرا لك أماني الجسمي مدير إدارة تقنية المعلومات في الصحة في دبي. دكتور أنا بقرأ هذا المسج قبل لا أختم، سامحيني ميثا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني، قدمت لشركة تأمين منذ 25/12/2016 للأسف ما حطرش ولا إيميل، ويوم اتصل يقولوا انتظر لين يجيك علم، علما بأنني بأني عملت تأمين لأسرتي وعدد أفرادنا 6. حمدة، كل المسجات اللي جتنا بخصوص التأمين اليوم تتحول جزاك الله خير مشكورة إنزين، وأيضا مستمعينا كذلك نحن بنحاول نستضيف معانا الدكتور حيدر اليوسف في أقرب فرصة، بيع عندنا الاستوديو هو صار يعني الفترة هذه شوية مشغول، لكن نحن بنحاول إن يبقى عندنا يرد على كافة استفساراتكم. بخبركم قبلها بيوم إن باكر بيكون معانا أو بعد باكر بيكون معانا الدكتور حيدر للرد على استفساراتكم، واللي عنده أي موضوع يخص التأمين هنالك أيضا ويب سايت خاص فيهم ممكن أن يجاوبون على كل الاستفسارات مالتكم وكل المواضيع. شو الويب سايت دكتورة؟ ishd.ae. حفظتيه ما شاء الله. هي من كثر ما أقول لك اليوم. عموما حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع مواضيع جديدة والمزيد من التفاصيل حول مشاركة هيئة الصحة بدبي في الأرب هيلث أو معرض الصحة العرب. نقول لكم إن شاء الله دمتم بصحة وسعادة، دمتم بصحة وسعادة. مع السلامة. مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.